بالرغم من الاضطرابات الأمنية وفي مدينة كريتر قرب منطقة معاشيق التي دارت فيها مواجهات عنيفة، تصر نساء عدن على تطبيع الحياة المدنية بمختلف الفعاليات، وهذه المرة بتنفيذ البازار النسائي الأول الذي يرعاه مكتب سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالمحافظة، وتحت شعار نساء عدن يتحدين البطالة. البازار هذا يعتبر بالنسبة لعدن أول بازار كبير، ويعتبر طبعا فاتحة خير بالذات في هذه المرحلة. البازار الأول من نوعه في المدينة تعرض فيه المنتجات المصنوعة يدوية من قبل النساء المشاركات، إذ بلغ عددهن أكثر من 150 ما بين سيدة أعمال ومن ذوات المشاريع الصغيرة. نجد في هذا الركن تاجرة صغيرة تأمل أن تكون سيدة أعمال في المستقبل، وفي ركن آخر خريجة جامعية لم تجد وظيفة في تخصصها العلمي. مشاريع تجارية صغيرة، فواحد ينسى أنه يلاقي وظيفة بتخصص والتقييد نقيد سنويا. ولليوم الثالث على التوالي تواصل هذه التظاهرة النسائية عرض رسالته الاجتماعية والاقتصادية. عملوا مجهود حلو جدا جدا، هذه الحاجة اللي حنشتيها داخل عدن، لأنه دي من الأخبار الحلوة بدل ما نسمع الأخبار اللي توقع القلب. حيث لا يعج هذا السوق المصغر بالمنتجات والمشترين فقط، بل بقصص المرأة العدنية التي تكافح لرفع المستوى المعيشي لأسرتها ولإثبات حضور المرأة ومكانتها الاجتماعية. أسرة حسين سالمين من النماذج الملهمة للأسر العامل بكافة أفرادها، فبناته الجامعيات يعملن في مجال التصميم ومونتاج الفيديوهات الاحتفالية والتوعوية. نحن مشروعنا بسيط، وندمج الصوت والصور بفيديو واحد، وأجينا نشارك بهذا البازار. الأسر هنا والنساء العاملات يضعن على المحك القضايا الاقتصادية في العاصمة المؤقتة، حيث الخسائر التجارية بسبب الحرب بالمليارات، وعشرات الآلاف من الأيادي العاملة فقدت عملها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وإلى الآن لم تنتقل الحكومة بسبب الملف الأمني الشائك في المدينة الخارجة من الحرب إلى مرحلة الإعمار والتنمية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.